السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم معايا النهارده. تاني حلقه نتكلم فيها عن حاجه مهمه قوي، اللي هو قبل ما ابدا كيتو المفروض عملنا كل الخطوات اللازمه، متابعه صحيه، عرفنا يعني ايه ناخد مقاساتنا. النهارده اول يوم قبل ما ابدا كيتو لازم اعمل حاجه اسمها ديتوكس. الديتوكس طبعا بيبقى عباره عن وسيله ان انا انظف الجسم من السموم عشان ابدا يومي اللي هو قبل الكيتو. اليوم ده لازم اعمل اسلوب جديد لحياتي، ان انا اقدر اسيطر على فكرة الجوع المستمر ونفسي اكل، ولازم اول ما اقوم من النوم اكل كمية قد كده من السكريات او النشويات او غيره. طيب نعمل ايه؟ الديتوكس ده بيبدأ من الصبح بدري. اول ما اقوم هيكون اول خطوة هعملها هعمل ديتوكس جدا لذيذ وحلو، بس الناس اللي حابة تبقى في الكيتو لازم هتتعود عليه، لان هنستمر عليه لفترة كبيرة قوي. اول حاجة هنجيب اللي هو الابل سايدر فينيجر، اللي هو خل التفاح العضوي، وممكن تلاقي براندات كتيرة قوي، او ممكن تلاقي حاجات رخيصة تبدأ من 10 جنيه لغاية ما شاء الله من الارقام اللي انتوا عاوزينها. طبعا الابل سايدر فينيجر او خل التفاح العضوي او الاورجانيك ده عبارة عن خل تفاح، ما مش بيستخدم في الطبيخ، هو بيستخدم في الشرب. يعني في ناس كتير بتكلم ان هو عنده مشاكل خاصة بان هو بيأثر على المعدة، طبعا ده كلام فاضي. ان بالتجربة واحنا بنجرب على نفسنا وعلى ناس كتير قوي وفانز وناس بنشتغل عليهم، ده بتزود البكتيريا المهمة او النافعة في المعدة، وبالتالي بتعادل الحموضة اللي موجودة، وده يعني سر من اسرار ان انت تحرق بسرعة وان انت تعمل عملية ايض قوي جدا في الجسم. طيب بيتعمل ازاي؟ ده عبارة عن مشروب بسيط جدا. تجيب معلقة من الخل اللي هو الخل العضوي اللي التفاح في كوباية او في مج، وعليها عصرة ليمون، يعني ليمونة، وشوية ملح، رشة ملح، يعني من بين صابع كده تحطي رشة ملح أو صابع كده اللي هو رشة ملح خفيفة، زائد مية من الحنفية أو مية مش متبردة يعني ولا متسخنة، مية عادية خالص، ونحطها عليها ونقلب ونشربها دفعة واحدة على الريق. طيب بعد كده طول اليوم، طول اليوم هنعمل ديتوكس، يعني هنجيب التبر وير أو إزازة مية ونقطع فيها شرايح ليمون ونعصر فيها ليمونة أو اتنين. ده وصفة. في وصفة تانية ممكن نحط كرفس وعليها قطع ليمون. في وصفة تالتة ممكن نحط شرايح خيار. نملى المية، وبطول اليوم نملى مية على الجزء اللي احنا قطعناه أو أنواع الفاكهة اللي احنا حطيناها فيها، ونفضل طول اليوم نشربها. ده بيعمل ايه؟ بيعمل ريليز لكل السموم اللي موجودة في الكبد وفي الجسم، وبالتالي بتعدي انت اول يوم اللي هو اليوم الرئيسي اللي قبل ما نبدأ فيه كيتو. وعشان كده احنا بنطلب الحتة دي، ان الجسم بيتنظف، نتعود على ان احنا ما نبقاش عندنا الجشع قوي ان احنا هنموت على الاكل ووجبات دسمة اول ما نقوم من النوم. طبعا الديتوكس ده بيبقى مدته يوم. تاني يوم على طول بنبدأ أول وجبات الكيتو، وننطبق أو هنبدأ نشتغل على نفسنا بنظام كابتن كيتو اللي هو بيختلف شوية عن الأنظمة التانية. هنبدأ بيها خطوات بعد ما نخلص موضوع الديتوكس، ومن بكرة هنزل لكم فيديو تاني هنتكلم فيه عن أول وجبة هناكلها في أول يوم مع الكيتو. إذا عجبك الفيديو أو عجبك الفيديو ياريت نفعل زر الجرس وسبسكرايب أو تعمل شير عشان يوصل الفايدة للجميع. وميرسي وشكرا لتواصلكم معنا، وباي باي.